لبس الإسلام أبراد السواد يوم أردى المرتضى سيف المراد. ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاح انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد إن تقوض خيم الدين فقدت خير دعام وعماد قد لعمري منذ مات المرتضى فجع الدين بدهياء نئادي ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد وببيت الله قد جد له أيوة عليا وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من أمر المعادي. يلا وياي قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي وهو في محرابه الله ياهي ضربة هدت قوى الدين دين النبي المصطفى وشرعه حزين اعلى كريم العنصر الضارب برمحين والطاعن بسيفين يوم الحرب والكون الشمس غابت والفلك وقف فلا يدور والبدر آفل وانكسف من بعده النور وما جت زلزله بيت الله المعمور والأنبياء ناحت وكل ليلة محزون وانت ولي الله يا حيدر حجة يا ما بطل خليت عالغبرة مسجل كيف بن ملجم يا علي راسك يشج ياسين انت والنبأ والكاف والنو ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين
ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد صلى الله عليه وآله على ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. طيب مجلسنا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الآيتان المباركتان هما الآية الخامسة والسادسة من سورة الإنسان. وسورة الإنسان في مطلعها تتحدث عن خلق الإنسان وعن ذلك التركيب المعقد الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق، ثم عن الهداية التي جعلها الله سبحانه وتعالى عنده. يعني مرات الهداية تكون هداية تكوينية، نفس تكوين هذا الإنسان يسير نحو ماذا؟ الهدف الذي خلقه الله سبحانه وتعالى إليه، مو بإرادته، ليس بإرادته، وإنما ماذا؟ بنفس هذا التكوين يحمل هذا الإنسان شاء أم أبى نحو هذا الهدف. أو كان هذه الهداية هداية تشريعية ببعث الأنبياء والرسل وتنصيب الأئمة لهداية الناس، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أو كانت هذه الهداية هداية فطرية بأن جعل الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان مولودا على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. يعني مثلا فطرة الإنسان في التعبد، ماكو إنسان إلا ويجد في نفسه الفطرة في أن يتعبد وأن يدين بدين، هذا أمر فطري، ومن خرج عن هذه الفطرة يعيش الفراغ ويعيش المآسي، لأنه ماذا؟ تلك فطرة الله ولا تبديل لخلق الله. أو فطرة الإنسان في غرائزه وشهواته، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى جعل من بين الأهداف استمرار النسل، فالإنسان شاء أو أبى هذه الغريزة أودعها الله عنده حتى يستمر هذا النسل، سواء هو كان مسلما أو غير مسلم. هذه أمور هداية جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، مطلق الإنسان. فإذا أعطاه الله الهداية وبين له طرق الحق والطريق والسبيل الصحيح الذي يسلكه، ها يقول له أنت الآن إما أن تكون وفق ما أردنا فتكون من الشاكرين، إما شاكرا أو ترفض كل ما جعلناه للإنسان
وتكون من الكافرين إما شاكرا أو وإما كفورا. ثم بناء على كفر الإنسان أو إيمان الإنسان يهيئ الله سبحانه وتعالى إلى كلا الفريقين ما يهيئ. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. هذول إلى اللي كفروا ولم يؤمنوا، أما الذين آمنوا لا، جنات أعدت للمتقين. هيأ لهم ذلك المسكن، ذلك المأوى الذي ها يؤولون إليه. ولذلك يبين يقول إنا جعلنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. طيب هذا بالنسبة للكافرين. وأما الذين شكروا قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إلى الكافرين أو إلى الشاكرين والمؤمنين هناك أفراد أخذوا وحملوا كلا الصفتين، يعني هذا الفرد حمل صفة الكفر وهذا الفرد حمل صفة ماذا؟ الإيمان والشكر. ولذلك يقول المفسرون هذه الآية التي تقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا نزلت في الفرد الأكمل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. اللهم صل على محمد. بل ليست فقط هذه الآية، يقولون هذه الآية و18 آية، مجموع الآيات التي نزلت في علي بن أبي طالب في سورة الإنسان أو سورة هل أتى أو الدهر على اختلاف التسمية. وكيف ذاك؟ قالوا مريض الحسن والحسين، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض صحابته وبعض من كان معه لعيادة الحسن وعيادة الحسين. لما وصلوا إلى دار علي سلام الله عليه نظروا إلى حال الحسن وإلى حال الحسين. اقترح أحد من كان مع النبي صلى الله عليه وآله على علي سلام الله عليه قائلا يا علي لولا نذرت لله سبحانه وتعالى في أن يشافي الحسن. يقول فنذر علي سلام الله عليه بأن إذا شفي الحسن وشفي الحسين ليصومن إلى الله سبحانه وتعالى 3 أيام. روايات تقول مو بس علي إلا نذر، كل من كان في بيت علي كالزهراء وكفضة. اللي يقعد على المائدة أمير المؤمنين ترى ياخذ من شخصية علي. إحنا لما نعقد هذه المجالس حتى ناخذ من هذه الشخصية، سلوك هذه الشخصية على حياتنا، في حياتنا على أرض الواقع نطبق شخصية علي سلام الله عليه. لأن القرآن قرآن صامت وعلي قرآن ناطق. يقول فنذر علي سلام الله عليه أن إذا شاف الله سبحانه وتعالى الحسن والحسين فشفيا أن يصومن إلى الله 3 أيام. وفعلا يصوم يشافى الحسن، يشفى الحسن ويشفى الحسين، فيصوم علي سلام الله عليه والزهراء وفضة خادمتهما إلى الله سبحانه وتعالى 3 أيام. طيب تقول الرواية اقترض علي سلام الله عليه، اقترض 3 أصواع من الشعير وأتى بها إلى داره، فطبخت أو قل طحنت فاطمة صاعا من الشعير وخبزته خبزا حتى حان وقت الإفطار ووضعت المائدة قبل أن يأكلون طرق الباب. من الطارق؟ قالوا فقير على بابكم، فقير على باب آل محمد تقول الرواية. يقول فقام علي سلام الله عليه وأمر هذا كل الطعام أعطوه هذا الفقير، وباتوا ليلتهم وقد أفطروا على الماء، على الماء فقط.
في اليوم الثاني من الوفاء بالنذر يقول كذلك أفطروا بالصاع الثاني، أفطروا بالماء. طرق الباب أمر أمير المؤمنين من الطارق؟ قيل فقير مسكين، يقول فأعطوه هذا الصاع وباتوا وقد أفطروا على الماء. في اليوم الثالث كذلك طرق الباب من الطارق؟ قالوا أسير. فأمر أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذا الخبز وأعطي ذلك الأسير وباتوا ليلتهم على الماء. تقول الرواية فخرج أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد تلك الواقعة وأخذ معه الحسن والحسين وأتى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخذ منهم الجوع مأخذة وهما يرتعشون كالفراخ تقول الرواية. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا علي إنما أعظم ما يسوءني أن أنظر إليكم وأنتم على هذه الحال. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وذهب إلى دار علي فوجد فاطمة في محرابها وقد التصق بطنها بظهرها. ما الأمر يا علي؟ قال يا رسول الله بتنا هذه الليالي الثلاث بتنا هذه الأيام الثلاث صائمين وما أفطرنا إلا على الماء. فأنزل الله سبحانه وتعالى جبرائيل نزل بهذه الآيات إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافور. عينا يعني إذا هم يفطرون على الماء ترى الله راح يعطيهم ماذا أفضل من هذا الماء. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وبعدين الآيات في استمرار تبين هذول يطعمون الطعام وتبين الأسير والفقير وتبين كل هذه الأفراد. طيب الآن احنا في مجال هذه الرواية، الرواية لما تتكلم ماذا على نحو موسع، ثم من نقل هذه الرواية؟ كل الطوائف الإسلامية نقلت الرواية وباتت هذه الرواية متواترة، والتواتر يعني ما يمكن أن يرفض، تواتر يعني نقل صحيح 100%. طيب الآن طلعت إليك بعض الآراء من المفسرين غير الإمامية قالوا ترى هذه الآية ما نزلت في علي بن أبي طالب ولا 18 آية اللي تتكلمون عنهم نزلت أين؟ في علي بن أبي طالب. ليش؟ قالوا لأن سورة الإنسان سورة مكية وليست سورة مدنية. فناقشهم بعض العلماء من علمائنا قالوا أفضل وأوضح شيء إحنا نرد هذا المدعى هذه الرواية اللي نزلت في الواقع اللي بيّنت الواقعة. الآية نزلت أين؟ نزلت في مرض الحسن والحسين. الحسن والحسين وين مولودين؟ مولودين في المدينة مو مولودين في مكة. فكيف تنزل الآية في مرض الحسن والحسين وهما لم يولدا بعد؟ هذا أمر أول. الأمر الثاني لما تتكلم الآية عن اليتيم وعن الفقير وعن الأسير، متى رسول الله صار عنده أسرى؟ رسول الله ما حارب قريش في المدينة بالغزوات وبالوقائع في مكة، عفوا ما حاربهم في مكة، وإنما كل الوقائع التي وقعت عند المسلمين وقعت وين؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة وقعت بين المشركين من أهل مكة وبين المسلمين الوقائع على اختلاف الأمكنة، منها بدر ومنها أحد ومنها وغيرها من الأماكن. فهذا أول أمر على أن الآية ماذا نزلت في المدينة وعلى أن سورة الإنسان سورة مدنية وأنها نزلت هذه الآيات في علي بن أبي طالب في مرض الحسن والحسين. وساقوا إليك بعض الموارد التي تتحدث عن نزول هذه الآية.
قالوا أكو عندنا روايات نزلت فيها مثل ماذا؟ قالوا يوم من الأيام عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. خوش. طيب. قال لما وصل وجد عند فرد من الأفراد واحد من الجماعة، وأخذ هذا الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله بعض المسائل عن التوحيد. فالتفت عمر وقال صح، لقد أثقلت على رسول الله. يقول فالتفت رسول الله إلى عمر وقال صح يا عمر، يعني أسكت. يقولون هذه نزلت في هالموقف، إن هذا من الأبرار، إن الأبرار يشربون فيه، يشربونها كأس كان مزاجها كافورا. يقول هذا. وجابوا هم رواية ثانية، قالوا إذا ما وردت في الرواية الأولى وردت في الرواية الثانية. شنو الرواية الثانية؟ قالوا يوم من الأيام دخل رجل إلى على رسول الله وهو من أهل الحبشة، وقال يا رسول الله إن الله فضلكم باللون والصورة والنبوة. تعرفون أهل الحبشة سود، يعني أشكالهم واحدة. يقول أنتم الله فضلكم باللون وفضلكم بجمال الصورة وفضلكم علينا بالنبوة. طيب، فإحنا شنو عدنا من فاضل؟ شنو إلنا من ثواب؟ شنو إلنا من فاضل؟ يقول فصار رسول الله يبين إلى فضل من آمن منهم، وأن الأسود يأتي يوم القيامة في الجنان وتشم رائحته أو ترى جمال صورته من على مسافة بعيدة وكذا، ويفصل إليه. يقولون نزلت هذه الآية في هذه السورة، هذه بل في هذه الواقعة. هذا كله ليش؟ يقولون هذا كله حتى يخفى فضل علي سلام الله. إحنا وإن كانت أكو ردود وأكو شقد من الادعاءات ادعيت في رفض هذه الآية في أنها نزلت في علي بن أبي طالب، لكن نحاول شوي نجمع وقتنا. طيب، يقولون هذه كلها حتى يرفضون فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، مع أنهم يعلمون أن عليا سلام الله عليه هذا الرجل الذي نزل ما نزل فيه من القرآن، ترى مو بس هذه الآية، آيات عديدة، الذين يتصدقون وهم راكعون، الآية عندما تتكلم عن التصدق بحالة الركوع، ها؟ الذين يؤتون الزكاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يوم اللي نزلت هذه الآية وأمير المؤمنين سلام الله عليه تصدق بخاتمه على ذلك الأعرابي، وتنزل هذه الآية تطلع إليك جماعات من بعد أمير المؤمنين يتعمدون التصدق على الركوع. تقول إحنا ترى نزلت فينا ماذا؟ آية في القرآن. هذا كله لإخفاء فضل أمير المؤمنين سلام الله عليه. يسأل أحد علماء العامة ما تقول في علي بن أبي طالب؟ يقول ما أقول في رجل حاول الأعداء محو أفضاله فانتشر منها ما ملأ الخافقين. أفضال أمير المؤمنين سلام الله عليه كثيرة، الوحيد من الذين آمنوا، ها، ممن كانوا في الجاهلية لم يسجد لصنم قط أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الرجل الذي تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، يمضغ الطعام رسول الله يلينه ويطعمه أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الرجل الذي يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كل مواطنه ومواقفه، من ليلة المبيت إلى أن رحل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين كان صمام أمان لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يعلم في مثل المبيت، يعلم أن القوم سيدخلون ليوثبوا برسول الله ويقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك يفدي نفسه برسول الله. واقعة الخندق التي بعد أن حفر الخندق ما حد قدر يعبر هذا الخندق غير ثلاثة، تقول الرواية، ويطلع هذا عمر بن عبد ود وينادي يا محمد أين رجالك؟ ما حد يقوم، من يقوم يسكت هذا الرجل؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم جالسون لا يقوم سوى
علي سلام الله عليه يقول أجلس يا علي، ينادي ثانية أين رجالك، ينادي رسول الله من يقوم ويسكت الرجل، ما يقوم أحد سوى علي، وهكذا ثالثا إلى أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي في قتال ذلك اللعين ذلك المشرك، ويجدله أمير المؤمنين سلام الله عليه. تقول الرواية لما أن أسقطه أمير المؤمنين سلام الله عليه، أول ضرب أمير المؤمنين على رأسه، ثم عاجله أمير المؤمنين فقطع رجله فتدلت فقطعها ورمى بها صدر علي سلام الله عليه. ولما أنهوى إلى الأرض، هذا عمر بن عبد ود، تقول الروايات أتى إليه علي سلام الله عليه ليخلصه مما هو فيه، فبصق في وجه علي سلام الله عليه، فقام علي سلام الله عليه وحام حوله ثلاثا، ثم نزل إليه وخلصه مما هو فيه. لما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إليه بعض القوم وقالوا انظروا إلى علي إنه يمشي مشية الخيلاء، يعني صار مغرور أمير المؤمنين، وقد أنت ضارب عمر بن عبد، ليش أنت بعد تصير مغرور، ها؟ يقول فيلتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول للقائل صاه إنها مشية يحبها الله ورسوله، يقول لي يا علي ما لي أراك حمت حول جسده ثلاثا، قال أعلم يا رسول الله إنه بصق في وجهي فقمت من عنده حتى تهدأ نفسي وأقتله غضبة لله لا غضبة لنفسي. من هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إن ضربة علي في الخندق تعادل عبادة الثقلين، هذه النابعة عن عقيدة، النابعة عن بعد إيماني في شخصية علي سلام الله عليه. لذلك ما وجد أحد ولد في بيت الله في الكعبة لا قبل علي ولا بعد علي إلا علي سلام الله عليه، وما استشهد هكذا فتح حياته وما استشهد إلا في بيت الله سلام الله عليه. وشلون عاد كانت حياة أمير المؤمنين، أو أبيت مبطانا وحولي بطونا جوعا، هكذا كان علي سلام الله عليه. تقول الرواية كان في ليالي شهر رمضان يبيت كل أو يفطر كل ليلة عند أحد من أبنائه، ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند زينب، ها، عند عبد الله ابن جعفر، إلى أن أتت مثل هذه الليلة، ليلة 19. تقول الرواية كان ذاك اليوم وتلك الليلة إفطاره عند عبد الله ابن جعفر عند زينب ابنته. تقول الرواية عندما حان إفطاره قدمت له زينب طعاما قرصان من الشعير وقصعة فيها لبن وملح جريش. شنو هذا الطعام؟ يقول فالتفت أمير المؤمنين قال بني أما رفعتي أحد الطعامين، ما ترفعين أحد الطعامين، بني أما علمت أن رسول الله ما قدم له طعام فيه إدام أو إناء فيه إدامين، بني من طاب مطعمه ومشربه وملبسه طال وقوفه بين يدي الله. هذا علي، هذا علي، ألا فارفعي أحد الإدامين. يقول فرفعت أحد الإدامين فأكل علي سلام الله عليه وكان لا يزيد على ثلاث لقم، فقيل له في ذلك فقال هكذا ألقى الله وأنا خميس الباطن.
نعم أفطر أمير المؤمنين تلك الليلة ثم قام يصلي ورده من صلاة الليل ومن النوافل. تقول الروايات حتى انفتل وهومت عيناه فاستيقظ فزعا مرعوبا. علي انت مجد المرحاب، ما لنا نراك قد استيقظت فزعا مرعوبا. قال لرؤيا رأيتها، رأيت رسول الله وأنا أشكو إليه ما أنا فيه من الأود واللدد. فقال يا علي أدع عليهم، فدعوت وقلت اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا. فقال يا علي لقد استجاب الله دعاءك، وإنه سيقلبك إلينا عن ثلاث. فضج أولاده من حوله وعليا، وسيدا ومصيبتا. يا تقول أم كلثوم حتى قال بني أنا آوي إلى المنام شيئا، أنت راقبي إذا قرب وقت الأذان فأخبريني. تقول فبقيت أراقب حتى قرب وقت الأذان، أتيت إليه بشيء من الماء فأوقظته وأسبغ الوضوء. تقول طلع أمير المؤمنين وصار يقلب وجهه في السماء وينظر إلى الكواكب وهو ينادي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي والله الليلة ما كذبت وما كذبت، اللهم بارك لنا في الموت. تقول الرواية حتى خرج علي إلى صحن الدار، وكان في صحن الدار إوز، فصرنا يتصايحن في وجه علي ويرفرفن في وجه علي وهو ينادي لا إله إلا الله. صوائح تتبعها نوائح، وفي غداة غد يحكم القضاء. يقول ثم أراد الخروج فشار ميزره في الباب فأخذ يشده وهو يقول أشدد حيازمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بوادي. كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. حتى خرج إلى الجامع بينما هو في الطريق وإذا بالحسن يدرك عليه. أبا يا علي ما الذي أخرجك في هذا الليل؟ إلى أين ذاهب أمير المؤمنين؟ قال ولدي أبا محمد لرؤيا رأيتها. خير رأيت أبا يا علي؟ قال اعلم ولدي إني رأيت جبرائيل نزل على جبل أبي قبيس وأخذ حجرين وأتى بهما على ظهر الكعبة فصك أحدهما بالأخرى فصارت رميما، ثم نثرها في الهواء، وما بقي بيت في مكة ولا في المدينة إلا ودخله من ذلك الرميم. أبا يا علي وما تأويل ذاك؟ قال ولدي أبا محمد إن صدقت رؤياي فإن أباك مقتول.
يقول ولا يبقى بيت إلا ويدخله هم وهم وغم وحزن من أجلي. ومتى يكون ذلك أباه؟ قال ولدي أبا محمد، وما يعلم ذلك أحد، وما تدري نفس بأي أرض، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولكن هو عهد عهده إلي حبيبي رسول الله أنه سيكون في العشر الأواخر من شهر رمضان. والذي يقتلني ابن ملجم المرادي. قال إذن أبا دعني أذهب معك إلى المسجد. قال بحقي عليك ولدي إلا ما رجعت إلى دارك. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. تقول الروايات فذهب علي إلى الجامع، فلما دخل وإذا بالسرج قد أطفئت حتى صلى ركعات، ثم وقف عند مئذنته ووضع يده وسبابته في أذنه ونادى الله أكبر. فلم يبق بيت في الكوفة إلا ودخله صوت علي. ما بقي بيت إلا وأذان أمير المؤمنين قد دخل ذلك البيت. لكن أذن أدام الله أذانه، أذن أدام الله أذانه، محل التشهد في لسا ويلي محل التشهد في لسان. ثم انفتل أمير المؤمنين، أخذ يوقظ النيام وهو ينادي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول أخذ يوقظهم حتى وصل إلى ذلك اللعين ابن ملجم المرادي وقد نام على وجهه. قال يا هذا لا تنم على وجهك فإنها نومة الشياطين، ولكن نم على يمينك فإنها نومة العلماء، أو نم على شمالك فإنها نومة الحكماء، ولا تنم على ظهرك فإنها نومة الأنبياء. ألا وإنك قد هممت على شيء تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتهد الجبال هدا، أما لو شئت لأخبرتك عما قد أخبأته تحت ثياب. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. ثم ذهب علي إلى محرابه، كبر حتى دخل في الصلاة. أين المنادون وعلي؟ أين المنادون وسيدة؟ حتى ركع الركعة الأولى ثم رفع رأسه من الركوع هوى إلى السجدة الأولى. هذا وابن ملجم خلف الإسطوانة رفع السيف وهزه في الهواء. رفع علي رأسه هوى بالسيف على رأس علي. الله أكبر وعليا، الله أكبر وسيدا. فوقع مناديا فزت ورب الكعبة،
قتلني ابن اليهودية، قتلني ابن ملجم المرهدي، لا يفوتنكم الرجل حتى تصافقت أبواب الجامع وسمع صوت جبرائيل ينادي تهدمت والله أركان، تهدمت والله أركان وانفصمت والله العروة الوثقى. قتل علي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء، عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. تقول الروايات ما أدركوا عليه إلا والدماء قد سالت على وجهه وانفلقت هامته، والمنادي ينادي وإماما وعليا، كيف أدركه أولاده؟ شلون وجد الحسن؟ شلون وجده الحسين؟ وجدوه وقد فلقت هامته واصطبغت شيبته بالدماء، فلطموا ونادوا وأبتا وعليا، يا وهالضربة القشرة، يا ابويا منين حل بعدك يا داح الباب شوكتنا، وهالضربة اللي هدت أركان المسلم اللي فعلها راح يا باب العلم، من جسر يا لاهوت هالأعظم يا ابو حسين، بطل ونينك يا الولي قلبي تفتت، بطل ونينا والدمع هل وتحدى، صابغ بدم الراس وينادي يا شب، هذا الذي مكتوب لي من عالم الذنب، من عالم التكوين هالطبران كت، أنا الذي ما هاب من خيل ولا أرجع، ولا هاب من خاض المنايا وخاض لهوى، ولا حاربت بالكان به يحل زلزل قلبي، فلا تروع ولا الزندين جل، صح ونادي وعليا، ايش سوى اولاده من حوله؟ قال اخذه الحسن، اخذه الحسين واحتملوه الى داره، علي محمول على الاعناق، هذا الذي جدل مرحاب، ما يقدر يمشي امير المؤمنين الى داره. تقول الروايات هذا وزينب واقفة على الباب تنتظر عودته، التفتت وإذا برجل محمول على الأعناق، قالت من هذا؟ من هذا الذي هو محمول على الأعناق؟ كسر قلبها زينب مشهد علي، شلون حالها لو شافت مضروب ومفضوخة هامته في محرابه؟ والله صديت، صدت ونادت يا المجبلي، يا المجبلي هالشايلين وياكم منه، لما نسمع هالحسن وحسين
نادوا يا زينب زيدي لونين أبونا انطبر والراس والله أبونا انطبر والرايا يا 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 يا